مسلسل الورى حامل شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية في هذا الفيديو مع فراشة اليوتيوب اللي ظهرت مؤخرا مع خطيبها رامي بعد غيابها عن السوشيال ميديا. نمر أيضا إلى سارة الورى اللي ظهرت امبارح في حفلة توديع العزوبية. ولاحظ الجمهور أنه سارة الورى اختارت فستان عريض وتوقعوا أنه سارة الورى حامل عم تخفي بطنها، فهل تتوقعوا الإشاعات صحيحة أم لا؟ نمر إلى بنين ستارز اللي نشرت ستوري عبرت فيه عن غضبها من التعليقات اللي عم توصلها عن نحافتها، وأكدت بنين إنه هاي التعليقات عم تأثر عليها. تجيني رسائل عن شكلي و I don't like that. إنه عفوني بحالي. أمس نزلت على تيك توك شو اسمه هو؟ ترند مال حياني. اوكي هو ترند تمام، فحبيت انه اسوي، ما كان عندي شيء قلت اسوي انه عادي. I have makeup, my hair is done, whatever. سويته ونزلته، التعليقات على تيك توك كانوا اوكي كلش نايس. بعدين مدري رحت نزلته على الستوري على انستغرام، يا اخي الناس ما يرحمون. هل مدري ايش فيكم علي؟ لايك صلى على النبي، سويت لكم انا شلون اذيتكم؟ شنو حليانة؟ انه حرفيا شوية تنمرون علي بالخاص. ما ادري ليش، ما اعرف ايش سويت لهم. فامس بالليل كانت اول مرة لك اتأثر بهذا الموضوع، انه ليش هيك الناس بتحكي علي؟ لايك ليف مي الون.